مطلوب منا هلا عندنا بكره موعد مع رئيس مئاتي، وبعدين عندنا الخميسيه بيكون استكملنا كامل الجولات، صار عندنا كل المعطيات، وعلى ضوء مثل ما بيقولوا سنعلن. اول شيء لازم نوضح للراي العام اللبناني شو صار معنا بالضبط، وشو جواب كل كتله شفناها او كل شخصيه نيابيه سواء مستقله او غيره شفناه، ولا يكونوا كل الناس على بين شو حصل معنا. نعم. ثاني شيء نحن بدنا ناخذ موقف، اما هلا نعي عم تجينا الخميسيه والكل اللي شفناهم حتى امبارح، يعني رئيس الوزير باسيل والدكتور جعجع والله بتمنى عليكم تكفوا خميسيه، ابدا كفوا لو بالحد الادنى قد ما فيكم، لانه نحن بحاجه وما في مبادره ثانيه. هلا في علينا ضغط ان نكفي، بس بصراحه نحن صار عندنا نوع من الاحباط لحد هلا. ونحن كمان تجاه الراي العام انه مجموعه نواب عم تمشي سنه ما يطلعوا علينا انه يعني يسهن عنياتهم الشباب، لا ما عنياتنا نحن، عندنا راي وعندنا موقف ولازم نعلن الحقيقه ولازم نقول وين وصلنا، للي بده يكمل بعد منا يقول كمان وين العقد الموجود. هلا هيدا احتمال ثاني نكفي اذا لقينا فيه شويه ايجابيات بمحل معين، نعطي نسبة وقت، لأن الخميسية على ضوء الجلسة معنا نشوف مدى جديتهم وحماسهم واستعمال نفوذهم إذا بدك بالمحبة مشان ما نسيء التعبير. نعم. ليكون في نوع من التسوية معين. نعم، بس أنتوا عم تقلي بكرة عند الرئيس بري، أنتوا بتكون تخبروا للرئيس بري شو نتيجة جولتكم ولا ناطرين منه تسمعوا موقف كمان؟ تناسى، وهو اجتمع بالخميسية، نحن اجتمعنا بالخميسية، الخميسية اجتمعت مع الكل، نحن اجتمعنا مع الكل. لازم نرجع نقول له نحن بجامعاتنا ليك وصلنا 1 2 3، في 10 نقاط بالمبادرة، في 8 في عليهم إجماع تام باستثناء الكتائب اللبنانية اللي شوي حاطة فيتو، مع العلم لا الدكتور جعجع حط فيتو على أي شخصية ولا الدكتور ولا الوزير فيسيل حط فيتو على حدا، يعني بدون شروط بدون شيء، بس الكتائب وبعتقد تسوى يعني. نعم. منها كتير صعب. نعم. هلا بدنا نحط هالمعطيات كلها نحن ودولة الرئيس لأنه هو الأساس. نعم. وقدام الخمسي، وإن شاء الله الأسبوع الجاي بيكون في موقف واضح، منكفي على أي أساس بدنا نكفي ولا منوقف، بس الحقيقة حتتوضح بمؤتمر صحفي شو صار معنا وشو أجوبة كل الكتل النيابية، وخلي الشعب يحكم على المتعاون والغير متعاون واللي علق بالشكل واللي علق بالمضمون.